كذا ملف هنفتحه مع حضرتك، ونبدأ بالمشوار القريب، المشوار المحلي ومباراة نادي الأهلي إن شاء الله يوم الأربعاء مع نادي الإسماعيلي. من وجهة نظر حضرتك أهمية هذه المباراة، إذا كانت أهمية على المستوى المحلي أو كمان أهمية على المستوى الأفريقي. تمام، يعني هو بغض النظر عن ترتيب الفريقين والمباريات المؤجلة للأهلي والوضع اللي فيه الإسماعيلي، الحقيقة يعني دايما مباراة الأهلي والإسماعيلي بيبقى لها وضعية خاصة. ليها حسابات خاصة، ديربي، فريقين كبار، ناديين كبار، اسمين كبار، اسمين تقال في الكرة المصرية، دايما بيكون فيها إثارة، فيها متعة، فيها رغبة في الفوز من جانب الفريقين مهما كان الوضع ومهما كانت دايما حتى مباراة الإسماعيلي بيكون ليها حساسية كبيرة جدا، وليها لعب وفيها أداء وفيها يعني كل ما تنتظر من كرة القدم في المباريات بتاعة الأهلي والإسماعيلي. يمكن شفنا واحدة من أعظم مباريات كرة القدم في تاريخ كرة القدم المصرية من وجهة نظري، ماتش 4-4 بين الأهلي والإسماعيلي. صحيح، فاكر الماتش ده؟ طبعا، يعني مباراه على المستوى الفني، سرعه، اهداف، اثاره، كانت مباراه رائعه فعلا، وده اللي متعودينه ماتشات الاهلي والاسماعيلي يعني خاصه. بالظبط، يعني صحيح الاسماعيلي في وضعيه غير جيده في الدوري، نتمنى له ان يتعافى منها، لكن في المباراه دي تحديدا هيكون له ظروف خاصه. حتى يعني اي فريق سواء الاسماعيلي او غيره بيستنفر كل قواه في مواجهه الاهلي. يا بالك بالاسماعيلي، الاسماعيلي في ظروفه صعبه وفي المركز قبل الاخير، لكن في النهايه عنده مجموعه من اللاعبين اللي يقدروا يلعبوا ويأدوا كوره ويمتعوك ويظهروا بشكل جيد وشكل مميز. اذا كانت مباراه مهمه جدا بالنسبه للاسماعيلي اللي بيعاني من اجل الهروب من المؤخره، فالمباراه ايضا مهمه بالنسبه للنادي الاهلي، مهمه علشان يستعيد ثقه جمهوره بعد المباراه الاخيره، بعد المباراتين الاخرتين تحديدا في دوري الابطال، مباراه سيمبا اللي اخترع النادي الاهلي ومباراه فيتا كلوب، المباراة الغريبة جدا والمثيرة جدا، مباراة يعني خيالية في كرة القدم. هنجيلها اكيد، هنجيلها يعني. فمحتاج انك انت تحقق مكسب مهم جدا تحديدا، يعني يرد لك ثقتك ويعطيك دفعة معنوية كويسة قبل ما تروح لفيتا كلوب في الكونغو يعني. فمباراة مهمة من كل النواحي، كمان مهمة جدا في الدوري.